هي فكرة يا سيدنا ان الشباب في سن المراهقة هو اصلا طبعهم بيكون داخل فيه فكرة تمرد، لانهم بيبقوا داخلين على عالم جديد مختلف، افكار جديدة، سنهم وشكلهم وجسمهم بيتغير، فبيبقى في عندهم حتة تمرد. احنا ازاي نقدر نحتوي الموضوع ده يبقى في الطبيعي؟ يعني اكيد هيكون في تمرد على الأوضاع، على الأهل، على السلوكيات، على التحكمات بتاعة الأهل، لكن إزاي نقدر نحتوي الفترة دي ونخرج منها عادي، الإنسان يقدر يكمل حياته وما يكونش فيه طبع التمرد؟ هو التمرد طاقة، طاقة في الإنسان، بس طاقة تحتاج إلى توجيه. دايما الطاقة غير الموجهة تبقى طاقة مدمرة. طبعا صح. يعني الغضب طاقة، ربنا أوجد الغضب في الإنسان علشان يغضب على الحاجة الغلط، فهي طاقة بس تتوجه إزاي. يعني مهم جدا الإنسان يتمرد على الحاجة اللي تضيعه، اللي تتعبه، اللي تسبب له مشاكل، اللي تاخده بعيد عن الطريق الصحيح. يعني مفروض بس توجيه الطاقة دي. فكل ما الأهل يعرفوا ازاي يوجهوا الطاقة دي فيطلع شخص سوي، يعرف يميز بين الحاجة اللي ترفض والحاجة اللي تقبل. ده حقيقي. طب احنا كده عرفنا النقط اللي بيها نطلع شخصيات ما عندهاش طبع التمرد، وبرضو من خلال الإجابة دي نفهم ايه اللي بيخلي الست تبقى متمردة بعد كده، لأنها تربت بطريقة معينة فيها دلع، فيها انطواء، أو اختلطت بناس علموها فكرة التمرد دي، فنبقى فاهمين أنه التنشئة ليها يعني عامل أساسي في فكرة الشخصية المتمردة. طبعا في بعض الحالات، هل ممكن الزوج يكون سبب من أسباب أن زوجته متمردة؟ طبعا بالتأكيد. دايما الزوجة تحتاج إلى الحب كطاقة بتديها الانرجي اللي تشتغل بيها. يعني دايما بيطبطب عليها، دايما بيحن عليها، دايما بيديها ريق حلو، كلمة حلوة، فتبقى حاسة انها في امان. اكتر حاجة تحتاجها المرأة الاحساس بالامان. اول ما تفقد هذا الاحساس خلاص تبقى unexpected، يعني ممكن تبقى مش ما تتوقعيش ايه اللي هتعمله. فعشان كده المسألة عايزة نوع من الحنان والحب، اللي هو الطاقة اللي بتخلي الزوجة دايما سوية، مبسوطة، فرحانة، مقتنعة، حاسة بالأمان والاطمئنان، الحضن الذي يحتويها. يعني